سمسرة طبعا فدي قضية أموال عامة برضو، كل ده أموال عامة، استيلاء على مال عام بطرق احتيالية. لو كنت ماسك بحث أموال عامة هناك كنت والله العظيم كنت حبسته على طول، بس ما كانش هيخليك، ما هو بيصفي الناس، ما بيصفي، مش رفض 800 في يوم واحد، 800,000 في يوم واحد من الجيش والشرطة والقضاء وأساتذة الجامعة ومحدش قال له حاجة، ولا ودن من طين وودن من عجين اوروبا وامريكا وبتاع، وانت بس تتعرض لشويه صيع من جماعه الاخوان الارهابيه هنا، ولا تنقل موظف ارهابي يقول لك بقى حقوق الحيوان. فحضرتك والبتاع. شايف انه الاقتصاد في الطريق للانهيار. الاقتصاد التركي في طريقه للانهيار. وبعدين ما يصحش ان انا اعمل دعم للاقتصاد التركي بان انا اجيب منتجات تركية واعملها وابيعها هنا في مصر. صح. بس ده انا بدعم هذا الاقتصاد اللي المفروض ان الدنيا كلها او الدول العربية على الاقل كلها تحارب وتقف ضد. طيب يعني ايه اللي مطلوب او تتقترح؟ المطلوب على الاقل، على الاقل ان انا اعمل جمارك عليه، مش الاتفاقية التجارة والبتاع والكلام ده، اعمل عليه هو جمارك. ليه؟ يعني احنا بنطالب ان احنا نفرض جمارك على المنتجات التركية من اللي واردة من تركيا. ما احنا لازم نقلل كمان الواردات بتاعتنا مثلا، لازم ننتج ونصدر نصدر هو ده المفروض. ان احنا بدل ما نقعد على القهاوي وننتقد الحكومة وننتقد الدولة، نشتغل وننتج علشان ما نستوردش. فحضرتك بتطالب بفرض جمارك على الواردات التركية. يقينا فرض جمارك على الواردات التركية في صالح الاقتصاد المصري. طيب لانه ليها مثيل موجودة. الله، هو انت لما تروح تجيب بدلة تركية والله العظيم انا رحت اتفرجت عليهم، مش عارف مين كان خدني كده في 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 مول في ما تقولش اسماء بس في القاهره الجديده، واتفرجت على الحاجات هنا، اسعار غير عاديه وقماشات زباله. ليه؟ فهنفرض جمارك، عايز هنفرض جمارك عشان نحل الموضوع.